منطقة الكركرات مسافة السفر بين المغرب والبوليزاريو. هي منطقة حدودية عازلة منزوعة السلاح بالصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا، شهدت منذ أوت 2016 تحركات عسكرية متبادلة بين الرباط وجبهة البوليزاريو قبل أن يعمد الطرفان إلى سحب قواتهما من المنطقة. تمتد هذه المنطقة، أي منطقة الكركرات، نحو 5 كيلومترات في منطقة منزوعة السلاح خالية من أي وجود عسكري لأي من الأطراف الثلاثة، المغرب وموريتانيا والبوليزاريو، وتعرف في الأوساط الشعبية بقندهار نظرا لحالة الفراغ التي تعيشها وازدهار عمليات التهريب فيها. منطقة الصحراء الغربية شاسعة، خضعت خلال 1884 إلى غاية 1976 للاستعمار الإسباني، وإثر خروجه منها تنازع السيادة عليها المغرب وجبهة البوليزاريو، وبذلت عدة جهود أممية لحل مشكلة الصحراء، لكنها لم تثمر بعد. تقول تقارير إعلامية إن المساحة الصغيرة الخالية من أي سلطة تحولت في السنوات الماضية إلى منطقة للتهريب والتبادل التجاري وإيواء وتخزين مئات السيارات القادمة من أوروبا صوب القارة الإفريقية، خصوصا بعد منع السلطات الموريتانية دخول السيارات التي لا تحمل مواصفات معينة. واعتبرت منطقة الكركرات منطقة معزوعة السلاح بموجب اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي يعتبر الجدار الذي شيده المغرب منتصف الثمانينيات خطا لوقف النار، حيث تنتشر القوات الأممية قوات المينورسو لمراقبة تنفيذه، ولكن جبهة البوليزاريو تصف تلك المناطق خارج الحزام بالمناطق المحررة. وكانت موريتانيا والمغرب قد تقاسما الصحراء الغربية طبقا لاتفاقية مدريد عام 1975، بيد أن نواكشوط انسحبت عام 1979 من وادي الذهب بعد توقيعها اتفاق سلام مع جبهة البوليزاريو، حيث تخلت موريتانيا بموجب هذا الاتفاقية عن أي مطالبات بخصوص الصحراء، لكن المغرب استعاد منطقة وادي الذهب واعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيه. بدأت أزمة منطقة الكركرات جنوب الصحراء الغربية منتصف أوت 2016 بعد عملية أمنية قام بها المغرب لطرد من يصفهم بالمهربين من المنطقة المتنازع عليها. وقد كشفت وثيقة أممية سرية أن المغرب وجبهة البوليزاريو انتهكا وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية الموقع عام 1991 من خلال نشر عناصر مسلحة بتلك المنطقة الحساسة القريبة من موريتانيا. ووفقا لتلك الوثيقة المؤرخة في 28 من أوت 2016، قام المغرب في الفترة بين 16 و25 من أوت في العام نفسه بعملية قدمت على أنها لمكافحة التهريب عفوا بمنطقة الكركرات جنوب الصحراء الغربية وراء جدار الدفاع، وهو حاجز رملي مبني على مسافة قرابة 2500 كيلومتر، وبدعم من عناصر أمن مسلحين ينتمون لقوات الدرك الملكي المغربي، وتم ذلك وفق الوثيقة دون إبلاغ مسبق لبعثة مينورسو خلافا لمقتضيات الاتفاق. وشمل التحرك المغربي في المنطقة نشر عشرات من عناصر الدرك الملكي والجمارك وبناء طريق إسفلتي في اتجاه الحدود مع موريتانيا. وردا على ذلك احتجت جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة ونشرت عناصر من قواتها في المنطقة، حيث لاحظت المينورسو وفق الوثيقة وجود نحو 32 عسكريا مسلحا من جبهة البوليزاريو بمنطقة الكركرات في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تتولى البعثة الأممية الإشراف على تطبيقه منذ سنة 1991. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات أظهرت توقيف عناصر من جبهة البوليزاريو شاحنات مغربية في منطقة الكركرات بسبب حملها علم المغرب وخريطة تتضمن أقاليم الصحراء الغربية المتنازع عليها. واشترط عناصر جبهة البوليزاريو على سائقي الشاحنات المغربية إخفاء أعلام المملكة والخرائط المرسومة على أغطية الشاحنات من أجل المرور نحو موريتانيا عبر منطقة الكركرات. وقال سائقو هذه الشاحنات إنهم تعرضوا لمضايقات وسب وشتم من عناصر البوليزاريو. الوضع السابق،
وفي 26 من فبراير سنة 2017 قرر المغرب الانسحاب بشكل أحادي من منطقة الكركرات على خلفية دعوة الأمم المتحدة للرباط والبوليزاريو إلى تجنب تصعيد التوتر في المنطقة. وقال بيان الخارجية المغربية إن الرباط تأمل أن يمكن تدخل الأمين العام من العودة إلى الوضعية السابقة للمنطقة المعنية والحفاظ على وضعها وضمان مرونة حركة النقل البري الاعتيادية والحفاظ على وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وفي أواخر نيسان من سنة 2017 أعلن ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الولايات الأمم المتحدة أن المراقبين العسكريين للأمم المتحدة أكدوا أن قوات البوليزاريو نفذت عملية الانسحاب من الكركرات قرب الحدود الموريتانية. واعتبر أن هذا الإجراء يجب أن يعزز احتمالات خلق بيئة لاستئناف عملية التفاوض بديناميكية وروح جديدتين. وجاءت تلك الخطوة بعدما اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يؤيد مبادرة السلام الجديدة ويجدد مهمة بعثة حفظ السلام في الصحراء الغربية لمدة سنة.